طيب هنروح من جديد للبرتغال وهنضم لينا مستر مانويل جوزيه عبر سكايب. الف مبروك مستر مانويل، فوز مهم للنادي الاهلي وتحقق بعد روح عاليه، ويمكن كعاده النادي الاهلي لحد اخر دقيقه احنا واثقين ان المكسب هيتحقق. أنا من رأيي مبروك طبعا الأهلي، الأهلي فاز ماتش كمان، خد خطوة مهمة في اتجاهه للحصد لقب الدوري المصري، لكن الشوط الأول كان الأداء الفرقتين كان ضعيف، الأهلي عليه مسؤوليات أكتر، الريتم كان يفضل يبقى أحسن من كده. أكيد حرارة الجو ليها تأثير على أداء اللاعبين. الشوط الأول ما كانش فيه أي إثارة، كان فيه فرص للنادي الأهلي أكتر لإحراز الأهداف، كانت فيه غلطات دفاعية كمان. الأهلي لعب باتنين راس حربة لكن ما كانش في حد بيساعدهم ولا بيديهم الباس. هما بيلعبوا قدام فرقة بتدافع بكتلة دفاعية كبيرة جدا، فكان صعب على النادي الأهلي انه ينهي هجماته او يخلق فرص لإحراز الأهداف.